تمام، حاجة هنبدأ ليسون 2. ليسون 2 يا مس بيكلمنا على إيه؟ من أول ما بدأنا الكونسبت اللي هو 3.1 دوت بنتكلم على الديفايدز أند إنرجي. ماشي يا مس، جه في الدرس الأولاني إدالك شوية مقدمة، وإدالك الريموت كنترول، وإدالك المارس روفر، صح؟ قالك تعالى ندخل بقى في موضوع الكونسبت بتاعنا الأساسي. إزاي إحنا نقدر نشغل الديفايدز بالإنرجي؟ او ازاي نعرف ان الديفايسز اللي موجوده حوالينا، الاجهزه اللي موجوده حوالينا ازاي شغاله. قال لك انت بنعتبرك كده شخص واعي ولازم تكون عارف كل حاجه حواليك بتشتغل ازاي. قال لك ماشي يا مس. قال لك في نمبر 1 بيقول لك ايه، تليفزيون نيد ساوند انرجي تو بي اوبريتد. هل التلفزيون اللي احنا بنتفرج عليه اللي هو التلفزيون يعني عشان يشتغل محتاج ساوند انرجي؟ اللي عارف يرفع ايديه. جنى، قولي يا جنى. فولس برافو عليكي. امال بيحتاج ايه، تعرفي تقولي لنا؟ electrical energy. برافو عليكي، ايه الشطاره دي كلها. تمام، نمبر 2 بيقول لك electrical energy is needed to be operated an electrical fan. يعني الطاقه الكهربائيه بتكون محتاجاها المروحه الكهربائيه عشان تشتغل. ها ياسين ايمن، True. برافو عليك. ليه بقى؟ قال لك عشان احنا المره اللي فاتت قلنا ان الالكتريكال انرجي دي بتحتاجها كل الديفايسز عشان تقدر تشتغل. تمام، تعالى بقى يا سيدي نقول لك how does energy change او transform. يعني ايه يا مس؟ يعني ازاي الانرجي ممكن تدخل في جهاز تخرج على هيئه انرجي تانية تماما؟ زي ايه يا مس؟ عارفين انتوا الهير دراير اللي هو الاستشوار؟ طبعا الشباب الصبيان بيروحوا عند عمو الكوافير او الحلاق، بيكون عنده استشوار كده يقول له استشور لنا على شعرنا، والبنات تروح عند الكوافير بتستشور لهم شعرهم. الاستشوار ده بيشتغل ازاي بقى او الهير دراير ده؟ قال لك في حاجه اسمها consumed energy و produced energy. الله اكبر، الله اعلم. ال consumed energy دي الطاقه اللي بيحتاجها الجهاز عشان يقدر يشتغل، والبروديوسد انرجي دي الطاقه اللي بيديها لنا الجهاز اول ما يشتغل. ايوه، يعني ايه يا مس؟ مثلا الهير دراير ده ازاي يشتغل او ازاي تو بي اوبريتد؟ لازم نوصله بالكهرباء. اول ما نوصله بالكهرباء يبقى هو كده حصل على حاجه اسمها الكتريكال انرجي اللي هي الطاقه الكهربائيه. ماشي، الهير دراير ده يا مس بيطلع منه ايه؟ مش انت اول ما نيجي نقرب الاستشوار قريب من دماغك بتحس بحراره؟ اه يا مس، يبقى كده ادالنا ثيرمال انرجي. وايه تاني؟ قال لك مش انت اول ما تشغل الاستشوار بتلاقي صوت عالي قوي فيه؟ اه، يبقى انت كده عملت ايه كمان؟ عملت ساوند انرجي. ايه ده يا مس؟ يعني احنا ممكن نعرف كل جهاز بيعمل ايه من غير ما نحفظه؟ قال لك اه، لان هو في الامتحان ممكن يجيب لك جهاز انت ما درستوش خالص ويسالك ايه الكونسيومد انرجي، الطاقه اللي محتاجها، وايه الطاقه اللي بيخرج منها اللي هي اسمها produced energy. يبقى احنا لازم نفهم كده، هل يا ترى الهير دراير ده بيشتغل ازاي؟ اه يا مس، ده بيبقى فيه سلك طويل كده وفيشه، واول ما نحط الفيشه في الكهرباء يقوم شغال. ماشي، اول ما بيطلع منه، اه يا مس انا بحس بحراره في شعري وكمان بسمع صوت دوشه قوي قوي. يبقى انت كده عملت thermal اللي هي الطاقه الحراريه، وعملت sound energy اللي هي طاقه الصوت. ماشي، تعالى ندخل على حاجه تانية. ايه هي الحاجه التانية؟ هي السوب ديسبنسر. ايه هو السوب ديسبنسر ده؟ ده بتبقى بوتل كده او زجاجه بيبقى فيها صابون، الصابون ده بيبقى من نوع السائل شويه، وفيها غطا كده بيتقفل وفي بوز زي الصوره اللي باينه قدامك دي. لو انت جيت تدوس عليها مش بينزل الصابون على ايديك وتروح تغسل ايديك تحت الحنفيه؟ اه، ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك اول حاجه الطاقه اللي بتحتاجها ان انت الحاجه في مكانها ما اتحركتش. زي الترم الاولاني كنا بنقول الكوره طالما ثابته في مكانها عندها ايه؟ بوتنشال انرجي. اول ما انت تيجي تحركها تركلها برجليك اما وانت بتلعب كره القدم بتحول ايه لايه؟ بتحول البوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي. قال لك نوت الصوب ديت زيها بالظبط زي الكوره، طول ما هي ثابته في مكانها بتحتاج كونسيومد انرجي، بتحتاج بوتنشال انرجي. واول يا مس ما ادوس عليها بيحصل ايه البوتنشال انرجي دي؟ بتتحول لحاجه اسمها كاينيتيك انرجي. ماشي يا مس، يبقى احنا كده عرفنا الهير دراير وعرفنا كمان السوب ديسبنسر. ماشي يا مس، قول لنا حاجه جديده.
تعال اقول لك حاجه موجوده جوه اي بيت، هي الووشنج ماشين، الغساله الكهربائيه. الغساله الكهربائيه عشان ماما تغسل بيها الهدوم بتاعتك بتاعت المدرسه اللي انت رحت بيها المدرسه النهارده، بتعمل ايه؟ بتلاقي ماما طلعت الفيشه بتاعت الغساله حطيتها في الكهرباء، يبقى كده الووشنج ماشين بتحتاج ايه؟ بتحتاج الكتريكال انرجي، اي حاجه بنحطها في الكهرباء يبقى كده عندها consumed energy اسمها electrical energy. ماشي يا مس. اول ما الغساله دي تشتغل، ماما تشغلها خلاص عشان تغسل الغسيل، بتعمل ايه؟ قال لك بتقوم محوله الالكتريكال انرجي لحاجه اسمها كاينيتيك انرجي. كاينيتيك انرجي يا مس يعني طاقه الحركه، يعني الغساله بتتحرك. قال لك اه، مش من جوه بتلاقي الغساله بتفضل تلف تلف على الغسيل كده عشان تغسله؟ قال لك اه. وفي حاجه طبعا كلنا بنسمعها اكننا قاعدين في محطه قطر، بالذات لو الغساله بايظه شويه، اللي هي ايه؟ ساوند انرجي، اللي هي الطاقه الصوتيه. اول ما الغساله تشتغل لو هي بايظه شويه تلاقي اكنك قاعد في محطه قطر، وي 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 وي، وتلاقي دب كده في المكان. يبقى هي كده قدرت ان هي كمان تحول الالكتريكال انرجي لحاجه اسمها ساوند انرجي. تمام. يبقى احنا كده خدنا الهير دراير بيحتاج ايه وبيدينا ايه، السوب ديسبنسر بيحتاج ايه وبيدينا ايه، وكذلك الووشنج ماشين. حد مش فاهم اي حاجه انا بقولها؟ كلكم فاهمين يعني؟ الحمد لله. طيب يا مس، هو طيب يا ماشي. مس هو في حتة كده اللي هي الاسم اللي فوق ده، اللي هو السوب ديسبنسر، لا الفوق خالص أول الهير حاجة، الهير دراير، لا إليكم اللي هي أول حاجة دي اللي هي تليفزيون، فوق اللي هي فوق الإلكتريك إنرجي. اللي فوق الالكتريك انرجي. فين اللي فوق الالكتريك انرجي؟ ديت اللي اسمها consumed أول energy، دي واللي جنبيها، واللي جنبها. اللي جنبيها تمام حاضر، تعالي اقول لك ايه هم دول. قلنا يا ستي اللي اسمها consumed energy دي الطاقة اللي بيحتاجها أي جهاز عشان يشتغل، بتكون input energy يعني طاقة داخلية. يعني أنت تعرفي تشغلي الاستشوار من غير ما توصلي بالكهرباء؟ هتقولي لا يا مس طبعا ما ينفعش، مش هلاقي الاستشوار أصلا اشتغل. يبقى أنت كده محتاجة اسمها consumed energy بالإنجليزي. تمام. أول ما تشغلي الجهاز وتوصليه بالكهرباء وتقومي دايسة على الزرار بتاع الاستشوار، بتلاقي الجهاز عمل إيه؟ عمل صوت. يبقى عمل كده حاجة اسمها produced energy. يعني ايه يا مس produced energy؟ يعني الطاقة اللي بتطلع من الجهاز وانا بقدر اسمعها بودني او احسها زي الثيرمال انرجي. بتبقى الطاقة دي يا مس ايه موضوعها؟ بتبقى output energy، يعني طاقة خارجة من الجهاز. زي الغسالة، الطاقة اللي خارجة منها، خارجة منها يا مس طاقة صوتية اللي هي sound energy، عشان انا بسمع الغسالة وهي بتغسل. وبتطلع منها ايه تاني يا مس؟ بيطلع منها كاينيتيك انرجي، طاقة الحركة اللي هي بتفضل تقلب الغسيل كده جواها عشان تغسله. يبقى احنا متفقين consumed energy دي الطاقة اللي بيحتاجها الجهاز، و produced energy دي الطاقة اللي بتطلع من الجهاز. تمام لحد كده فهمتي؟ يا ميس. تمام الحمد لله. تعالى ندخل على حاجة بقى هنعملها دلوقتي كلنا. قال لك لما بتكون الدنيا ساقعة قوي قوي قوي، مش بتلاقي ناس كده بتفضل تفرك في ايديهم اللي هي بتعمل wrap your hands؟ طب الناس دي بتعمل فرق في ايديها كده ليه؟ عشان تحس بالwarming، بالدفء. دافون بالظبط. طب ليه بيحسوا بالدفء اول ما يفركوا في ايديهم كده؟ قال لك انت بتفرك ايديك في بعضها كده، فبتعمل حاجة اسمها كاينيتيك انرجي اللي هي طاقة الحركة، ان انت بتحرك ايديك فوق وتحت فوق وتحت كده زي ما انا بعمل دلوقتي. تقدر تعمل في ايديك زي كده زي البنت اللي باينة في الصورة. فأول ما بتفضل تحرك في ايديك تحرك في ايديك تحرك في ايديك، بيعمل عندك ايه؟ الكاينيتيك انرجي دي بتتحول على طول لحاجة اسمها ثيرمال انرجي. بتحس انت على طول بدفء، تحس ان ايديك دفيت اكنك حطيت ايديك قدام الدفايه بالظبط كده. يبقى اما يجي يسالك مثلا مره في امتحان when you wrap your hand you will feel warm، ليه؟ اما تفرك ايديك في بعضها انت بتحس بالدفء. give reason مثلا او what happened، يبقى على طول تقول له because kinetic energy اللي هي طاقه الحركه دي بتتحول convert into thermal energy. تمام؟
أظن سهل جدا السؤال ده. تمام، تعالى ندخل على شوية الأسئلة الحلوين دول. تمام، اللي عايز يجاوب معايا يرفع، يعمل رايز هاند. حلو حلو حلو، ماشي. ياسين محمد نمبر 1. ما تمام. The consumed energy in the blender is sound energy. بلندر ده اللي هو الخلاط الكهربائي. صح. شو اقرأ السؤال تاني. لا لا لا، فوز فوز. The طبعا consumed energy هي محتاجة electricity. برافو عليك على طول. البلندر ده اللي هو الخلاط الكهربائي. ماما عشان تشغل الخلاط الكهربائي بتحتاج ايه؟ بتحتاج ايه؟ بتحتاج electrical energy. يبقى دي فولز. ما شاء الله كل ده رافع ايده. ماشي، ناخد رقعة. حضرتك ملاحظة حاجة؟ ايه؟ هو السؤال اللي بعده ترو ولا لأ؟ سؤال بس. مش عارفين لسه هنقرأ. اسكت يا ليمون. يلا يا رقعة نمبر 2. رؤى The reduced energy in remote control toy car is chemical energy. فكري في السؤال. لا بقول لك فكري، انا بقول لك فكري اهو. الطاقة اللي بتخرج من التوي كار ريموت كنترول كيميكال انرجي. فولز. فولز. ليه بقى؟ ايه الطاقة اللي بتخرج منه اللي هي بتخلي الكار بتاعتك تتحرك اسمها ايه؟ ينفع اقول لا كينيتيك اسبورنت. انرجي؟ برافو عليك، ايه الشطاره دي كلها، برافو. الطاقه اللي بتطلع من الريموت كنترول بنسميها كاينيتيك انرجي اور ساوند انرجي. دي اللي بتخلي العربيه بتاعتك تتحرك وتعمل صوت بوليس مثلا لو انت ماسك عربيه بوليس. اما الكيميكال انرجي دي يا مس بنسميها ايه؟ بنسميها كونسيومد انرجي، الطاقه اللي عايزاه الريموت كنترول عشان يشتغل، اللي هي بتبقى جوه الباتري. هناخد بالنا عشان هو يجي يلخبطك في النقطة دي جدا. حلو. خليني بس أنبه على حاجة، فاضل 2 بالظبط والميتنج يفصل. أول ما يفصل تخشوا على طول عشان بس إيه ما نفضلش نجمع فيه. تمام. قبل ما الميتنج يفصل، معلش بس اصل انا كنت في الحمام. أه لما حضرتك حليت اللي هو بوت ترو اور فولس ان فرونت اوف ذا فولن كويشن اللي في ليسون 2. اللي في ليسن 2 اللي هو نمبر 2 قصدك يعني؟ لا اللي فوقيه. اللي فوقيه اللي هو نمبر 1؟ طب ما دي احنا جاوبناها، ده انت اللي مجاوبها. واللي فوقيها، اللي فوقيها ايها اللي اللي هي فوق. فوق خالص دي؟ تمام. بيقول لك تلفزيون نيد ساوند انرجي تو بي اوبريتد. هل التلفزيون بيحتاج ساوند انرجي عشان يشتغل؟ لا طبعا فولس، بيحتاج الكتريكال انرجي. نمبر 2 بيقول لك electrical energy is needed to be operated an electrical fan. هل الطاقة الكهربائية بتحتاجها؟ بس خليكم معايا. تمام. فقال لك ال energy chain بتاعة ال eating food. قال لك ال sun بت emitted a light energy، بترسل لينا ضوء الشمس بتاعها اللي اسمه light energy. بيوصل ال light energy ده لل plant بتاعنا الحليوة المقطقط ده. يقوم ال plant ياخد اللايت انرجي جواه ويعمل حاجة اسمها ايه يا ميس؟ بيعمل حاجة اسمها فوتوسينسس. يعني ايه فوتوسينسس؟ يعني عملية البناء الضوئي. ايوه برضو. يعني ايه يا ميس؟ يعني بيكون غذائه جوه جسمه. مش انت ماما بتقول لك ياسين هو انت جعان؟ تقول لها اه او لا. لو قلت اه بتقول لك خد مثلا كل البرتقانة دي عقبال ما اعمل الغدا. فانت كده خدت البرتقانة كلتها، دخلت جوه جسمك اكل. هل البلانت احنا بنيجي نديله اكل عشان ياكل؟ قال لك لا، البلانت ده بيعتمد على نفسه في كل حاجه. بياخد الضوء بتاع الشمس اللي هو اللايت انرجي ده يدخل جسمه فيبدا يصنع جسمه. سبحان الله، اكن في مصانع جوه البلانت تقوم مصنعه الاكل بتاعه. الاكل بتاعه دوت بيتصنع على هيئه ايه يا مس؟ بيتصنع ان هو يحول اللايت انرجي اللي ده جاياله من الشمس لحاجه اسمها كيميكال انرجي. ايه ده ثانيه يا مس، مش الكيميكال انرجي دي اللي احنا قلناها ان هي موجوده جوه البتري؟ قال لك اه، بس اقف عندك.
الكيميكال انرجي اللي بيعملها البلانت بيعملها عشان يخزن جوه جسمه شوجر. ايه ده يا مس؟ يعني الكيميكال انرجي اللي موجوده جوه البلانت بيخزن بيها جوه جسمه الشوجر. اذا يا مس الشوجر دوت هو ده اكل البلانت، صح؟ اقول لك صح، برافو عليك، ايه الشطاره دي كلها. يبقى البلانت بيقدر يكون جوه جسمه شوجر، فيقوم يقدر ياكل الشوجر ده فيكبر جروس 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 لحد ما يظهر لينا البرتقال الجميل، والولد الجميل ده ايه، يروح الحديقة يلاقي الشجرة الجميلة مطلعة برتقال. لو سمحت يا عمو انا عايز برتقانة، فيجي عمو يديله برتقانة ويقطعها له 4 ارباع، يجي الولد ده يجي ياكل البرتقانة، فيحصل ايه للولد بقى؟ يقوم محول الكيميكال انرجي اللي موجودة جوه البرتقانة دي لحاجة اسمها كاينيتيك انرجي. اول ما الكاينيتيك انرجي دي تتكون في جسمك تلاقي عندك طاقه بقى، تبدا تتحرك يمين وتتحرك شمال وتطلع على السلم وتلعب على التليفون وتشوف الحصه مع ميس منى وتعمل كل حاجه. يبقى يا ميس احنا بنحصل على الطاقه بتاعتنا من الفود. الفود ده بقى مثلا اورنج، مثلا ابل، تفاحه، ممكن اكل بقى ماما عامله غدا حلو كده وفيه فراخ ولحمه مع انهم غاليين الليمون دول، وناكل كلنا بقى. يبقى احنا عارفين ايه اول حاجه بدات بيها الانرجي تشين، اللايت انرجي يا مس اللي جايه لنا من الصن. بيحصل لها ايه يا مس؟ بتوصل للبلانت، اول ما توصل للبلانت يحصل لها على طول كونفرت انت وتتحول لكيميكال انرجي. اول ما تتحول لكيميكال انرجي يقوم البلانت مخزنها جوه جسمه على هيئه شوجر، على هيئه سكر. اول ما يتكون السكر ده البلانت بيبدا يكبر 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 لحد ما يكون لنا برتقال. يجي ولد صغير زي الحلو اللي في الصوره ده عايز ياكل برتقال، نقوم مقطعين له البرتقانه ونقول له خد كل البرتقانه بتاعتك الحلوه دي. اول ما يجي ياكل برتقانه، البرتقانه جواها احنا متفقين جواها شوجر اللي هو كيميكال انرجي. اول ما ياكلها نلاقي الكيميكال انرجي دي حصل لها كونفرت انتو على طول كاينيتيك انرجي، فنلاقي الولد قدر ان هو يتحرك يمين ويتحرك شمال ويلعب ويروح ويجي. دي كده الانرجي تشين. أول ما أنت تاكل برتقانة قول يا ياسين عايز إيه؟ ميس ميس، هو القصب بيدخل فيه يعني سكر، ولا هو كده كده فيه سكر؟ لا بص، القصب ربنا خلقه إن هو بيكون السكر وأنت تيجي تاكله فتاخد السكر اللي هو كونه جواه، لأن برضه القصب ده إحنا بنزرعه وبيكبر على هيئة بلانت، واول ما يكبر نقوم احنا مقطعينه ونبدا ناكل فيه بقى. البرتقانه برضو لو انت بتاكل برتقان كده حلو كده ومسكر، فبرضو احنا بناكل السكر اللي جواه. لكن في حاجات تانية مش بناكل السكر اللي جواه، زي مثلا الاستروبري، الفراوله، زي ايه تاني، زي الكيوي، زي ايه، فاكهه كتير بقى. تمام. فقال لك تعالى نختصر كل الكلام اللي انا عماله احكي لك فيه دوت في مخطط جميل قوي، لو انت حفظته يبقى انت كده تعرف ايه اللي يتم جوه جسمك اول ما تاكل برتقال. اول حاجه اللايت انرجي اللي جايه فروم ذا سان بيحصل لها ايه يا ميس؟ انت قلت لنا بيحصل لها كونفرتد انتو كيميكال انرجي. يبقى اول ما تتكون الكيميكال انرجي يا ميس بيحصل ايه جوه البلانت؟ بيستورد شوجر، بيكون شوجر داخل جسمه. اول ما يكون شوجر ونيجي احنا ناكله بيحصل لنا ايه جوه جسمنا؟ الكيميكال انرجي دي بيحصل لها كونفرتد انتو كاينيتيك انرجي، ودي اللي بتخليك تحرك جسمك اللي هو الهيومن بودي. حلو يا مس، حد عنده مشكلة في الانرجي تشين دي؟ لا طيب حلو جدا، تعالى ندخل على انرجي تشين جديدة. ايه هي بقى؟ قال لك ميس قول لي يا حضرتك، سيدي. انا مش شايفه كاينيتيك انرجي ولا شايفه، ولا مش شايفه الصور اللي هي على جنب دي، عشان حضرتك عامله الورقه على اليمين شويه. أصغرها يعني شوية كده، حلوة كده، حلوة. لا عمليه شمال شويه كده بس انا مش يعني انا مش شايفه حاجه. طب هي باينة عندكم يا الباقي باين كده عندهم؟ كده كده باينه ميس كده باينه، ميس انا باينة شفت المغوشه. ممكن تكون دوت عيب نت عندك، طالما باينه عندهم مش باينه عندك يبقى ده عيب نت. لا خلاص باينه، طيب خلاص هي الحمد باينه لله. باينه بس انا اول ما كبرتها
لقيت ان الكلام اللي مكتوب بالاحمر ملغوش. عشان بيبقى الكواليتي بتاعته قلت. تمام، ايه ده، وياسين ايمن خرج ليه؟ ماشي هيدخل دلوقتي. تمام، تعالى يا سيدي نشرح بقى الانرجي تشين التانية اللي هي بتتكلمينا على ايه. تعالى بقى نروح مع بعض رحلة سفاري، وبابا يقول لماما ايه، انا عايز اشرب كوباية شاي. تقول له ايه ده، مفيش هنا بوتاجاز. يقول لها احنا نعمل بوتاجاز. نعمل بوتاجاز ازاي يعني؟ يروح بابا يلاقي بلانت جميلة كبيرة كده، واخدة اللايت انرجي بتاع الشمس، حولته جواها لكيميكال انرجي، وكبرت وبقت حلوة كده، مكونة جواها شجر. يقوم بابا قاطع الغصون بتاعتها اللي هو الخشب بتاع الشجرة ده، قطعه ورايح مدين ماما، يقول لها لو سمحتي خدي الخشب ده ولعي فيه، وحطي بوتو فوتر اللي هي حلة فيها مية عليه عشان تعملي كوباية الشاي اللي أنا عايزة. ماما تقول له ايه ده، انت قطعت الشجرة؟ حرام عليك، ده الشجرة فضلت كتير قوي عشان تكبر كده. لا ماليش دعوة، انا عايزة اشرب كوباية شاي. فتقوم ماما مسخنة له المية على الخشب اللي احنا ولعنا فيه. نلاقي ايه بقى؟ ماشي، نعم والراجل ده طالع من مستشفى المجانين. مش عارفة بصراحة. عايز يشرب شاي في وسط الصحراء، ازاي معرفش، او في وسط هيشرب شاي البيت. يعني هيشرب شاي. ماليش دعوة، هشرب شاي انا هشرب شاي. تمام. ياسين ايمن دخلت، طب الحمد لله. تمام، قال لك يا سيدي اول ما ماما ولعت في الخشب اللي هو اللي بابا جابه وحطت فوقيه الحلة اللي فيها مية، لقينا المية سخنة، معنى كده ان هو طلع منها ايه، طلع منها ثيرمال انرجي اللي هي الطاقة الحرارية. ليه؟ عشان احنا ولعنا في الخشب ده. بس اول ما تطلع الطاقة الحرارية دي تلاقي البود اللي فيها الووتر دي سخنة، وماما قدرت تعمل لبابا كوباية شاي. بس كده يا سيدي، تعالى بقى اقول لك اللي موجود في الكتاب. قال لك اول حاجة الشمس بتدينا لايت انرجي، يقوم التري او البلانت بتاعك ده ياخدها عشان يعمل كروز يعني يكبر. ماشي، بيعمل ايه بقى لللايت انرجي؟ يحولها لكيميكال انرجي. الكيميكال انرجي دي كنا لسه قايلين عليها، بتعمل ايه جوه البلانت؟ بتعمل شوجر. برافو عليكم، اكنكم جاوبتوا يعني. تمام، اول ما احنا نعمل بيرند للوود بتاع التري اللي احنا عايزين نعمل بيه شاي ده، بيحصل ايه؟ بتطلع ثيرمال انرجي، بتسخن لنا الحله اللي فيها الميه، فخلاص الووتر اللي جوه دي بتبقى سخنه جدا ونقدر نعمل بيها شاي. بس كده، ده كده الانرجي تشين اللي بتحصل اما انت بتعمل هيتينج ابوتو فوتر اوفر افاير، يعني بتسخن حله فيها ميه على النار. تمام، قال لك برضو انا عامل لك ليها مخطط حلو جدا زي اللي انت شايفه قدامك دوت، مختصر لك كل الكلام اللي هو عمال يرغيه. اول حاجه قال لك ان اللايت انرجي اللي جايه من الصن بيحصل لها كونفرتد انتو الكيميكال انرجي، وبتتخزن جوه التري على هيئه شوجر. بعد كده الكيميكال انرجي دي بيحصل لها كونفرتد انتو ثيرمال انرجي، الثيرمال انرجي دي اللي خدناها من البيرنت اوف وود بتاع التري. تمام، تعالوا نتفق على حاجه بقى، ايه هي يا مس؟ اول ما نشوف كلمه بيرنت، حتى ممكن تكتبوها في الكتاب عندكم، اول ما نشوف كلمه بيرنت لازم على طول يجي وراها ثيرمال انرجي. افتحوا الكتاب كلكم يلا واكتبوه، اهو كتبتها لكم على السكرين. يعني ايه يا مس؟ يعني احنا اول ما نولع في اي خشب بيتكون عندنا ثيرمال انرجي اللي هي الطاقه الحراريه. يلا اكتبوها، اديكم ماشي، 2 دقيقتين تكتبوها. نعم، ياسين أيمن لغاية دلوقتي ما دخلش. مش عارفة عنده مشكلة، وانا كده كده بسجل الحصة حتى لو ما دخلش، انا كده كده مسجلاها يعني. تمام، اكتبوها يلا، 2 دقيقتين اكتبوها ونرجع. أنا كتبتها. ميتوتو
مثال انا كتبتها. شطورة يا حبيبي. كلنا كتبنا يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ لا لا طيب خلاص تمام ماشي. تعالى ندخل على انرجي تشين جديدة، بس دي بقى أكبر انرجي تشين احنا هنشرح. ايه هي بقى يا مس الانرجي تشين دي؟ ركزوا معايا بقى ومحدش يقاطعني لحد ما نخلص. لو حد مش فاهم حاجة هعيد تاني، بس محدش يقاطعني. تمام يا مس. قال لك الانرجي تشين ان هير دراير. ايه ده؟ هو الاستشوار يا مس بيحصل جواه انرجي تشين؟ قال لك اه. طب ازاي الانرجي تشين دي بتحصل؟ قال لك تعالى هقول لك حالا ايه اللي بيحصل. اول حاجه اكننا زي ما بنبدا باللايت انرجي اللي جايه لنا من الشمس. ماشي يا مس. اللايت انرجي بتعمل ايه؟ قال لك اللايت انرجي دي بتعمل جروث للتري. طب ما احنا عارفين دي يا مس. ماشي معلش خليك معايا دقيقتين كمان. اول ما التري بتاعك ده بيكبر ويعجز ومحدش يجي يقطعه، بيحصل فيه ايه؟ قال لك بيكون حاجه اسمها كول. ايه هو الكول؟ الفحم اللي انا بعمل لكم عليه دايره ده. قال لك الكول ده is formed from the remains of dead trees. يعني ايه يا مس؟ يعني اول ما الشجره تموت بتكون الفحم ده. طب ايه فايده الفحم ده؟ قال لك الفحم دوت لو احنا ولعنا فيه بيدينا حاجة اسمها كيميكال انرجي. ايه ده ازاي يعني يا مس الفحم يدينا كيميكال انرجي؟ اقول لك ارجع تاني، مش الفحم ده كان شجرة؟ اه يا مس. والشجرة دي اول ما بتاخد ضوء الشمس بيحصل لها ايه؟ بتحول على طول اللايت انرجي وتعمل جواها كيميكال انرجي تخزنه على هيئة سكر. قال لك ما الكول ده هو اصلا التري، بس هي ماتت، ماتت خلاص خالص واتدفنت جوه الارض، فقامت كونت لنا الكول عشان هي خلاص ماتت. فقال لك اول ما احنا نيجي نعمل بيرند للكول ده ان احنا نولع فيه، يعني بيتكون لنا حاجه عندنا اسمها كيميكال انرجي. ايوه يا مس، ايه علاقه ده برضو بالهير السبع دراير؟ عراكب كده. وعليكم السلام. لسه كنت عايزك تشرحيني الحاجة اللي فاتت عشان نتي كان بتسافر معايا شوية. تمام ماشي حاضر، بعد ما نخلص الحصه اقعد معايا انت لوحدك واشرحها. هو احنا شرحنا صفحة واحدة بس. ماشي. تمام ماشي. احنا اللي بنشرحه دلوقتي عشان تكون انت معانا، بنشرح حاجة اسمها energy chain in hair dryer، يعني متسلسلة الطاقة جوه الاستشوار. تمام؟ قلنا أول حاجة أي حاجة بنبدأ بيها ال energy chain هي اللايت انرجي اللي جاي لنا من الصن. بيعمل ايه اللايت انرجي ده يا ميس؟ بيخلي التري بتاعتنا تكبر. اول ما التري بتاعتنا تكبر تفضل تكبر في السن، تكبر في السن، تكبر في السن، خلاص بقت عجوزه. ايه اللي هيحصل؟ التري دي يا عيني هتموت. اول ما تموت وتقع كده في الارض يقوم الخشب بتاعها كله يتحول على حاجه اسمها كول. كول ده اللي هو الفحم اللي انت لو انت بتروح عند عمه اللي هو بيشوي الفراخ والكفته ده بتلاقيه حاطط فحم كده اسود ومولع فيه وعمال يحرك بالهوايه. عمه ده بيعمل ايه؟ بيحرق الفحم عشان يطلع لنا حرارة عشان نشوي الفراخ والكفتة. قال لك عمو ده جاب الكول منين؟ جابه من شجرة ماتت خالص وكونت الكول ده. قال لك الكول ده أول ما أنت تعمل له بيرنت يعني تولع فيه بيطلع منه حاجة اسمها كيميكال انرجي. ماشي يا مس، كل اللي أنت قلتيه احنا فهمناه. إيه علاقة ده كله برضو بالاستشوار؟ قال لك تعال العلاقة في اللي جاي. قال لك يا سيدي احنا بنعتبر الكول دوت المصدر الرئيسي للكيميكال انرجي. ايه ده يا مس معقوله؟ قال لك اه، عشان كده بنستخدمه في حاجه اسمها ايه بقى؟ ركز معايا، الكتريك باور ساتويشن.
أو باور بلانت. إيه ده بقى يا ميس؟ قال لك يا سيدي الإلكتريك باور ساتويشن ده أو ستيشن ده بيعمل إيه؟ ده جهاز بيبقى موجود جوه الأجهزة عشان يديها كيميكال إنرجي، وأول ما أنت تيجي تشغل الجهاز دوت يقوم على طول على طول على طول تتحول لإلكتريكال إنرجي، ويقوم الجهاز بتاعك ده مطلع لك كل الحاجات اللي هو عايزها. طب يا مس ليه بنستخدم الكول؟ نعم، هو اسمه ايه الجهاز؟ إلكتريك باور ستيشن. Electric Power Station. بالظبط، تمام. قال لك بقى ليه بنستخدم الكول جوه الالكتريك باور ستيشن ده؟ قال لك بيكوز حاجتين، ركز معايا. لسه من شويه كنت بقول لك ايه، اول ما تشوف كلمه بيرنينج يبقى على طول بيتكون ثيرمال انرجي. قال لك ده اللي هنقوله دلوقتي، when coal is burned it produces thermal energy. عشان الجهاز ده اول ما احنا بنولع في الكول نلاقي الكول دوت كون لنا حاجه اسمها thermal energy. جوه الجهاز ده اول ما تتكون الثيرمال انرجي بيقوم محولها على طول فورا لحاجه اسمها كاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي دي هي اللي بتستخدم عشان تعمل اوبريت للديفايسز. تاني يا مس معلش الحته دي، حاضر من عيوني. قال لك الكول بنستخدمه في حاجه اسمها جهاز اسمه باور ستيشن او الكتريك باور ستيشن. بيحصل ايه جوه الجهاز ده؟ بياخد الكول يولع فيه يحصل له بيرن فيدينا حاجه اسمها ايه؟ ثيرمال انرجي. يقوم جوه الجهاز اللي اسمه باور ستيشن ده ياخد الثيرمال انرجي يحولها لحاجه اسمها كاينيتيك انرجي. كاينيتيك انرجي دي هي اللي بتشغل لينا الديفايسز المختلفه. ماشي، اول ما الكاينيتيك انرجي دي تتكون جوه الجهاز اللي هو اسمه استشوار ده بيحصل ايه؟ قال لك اول ما انت توصله بالالكتريك انرجي الطاقه الكهربائيه الفيشه بتاعته يعني بيحصل ايه؟ قال لك على طول الالكتريك انرجي دي بتشغل الجهاز بتاعك وبينتج لك بقى الحاجات اللي انت عارفها. مش احنا قلنا الاستشوار بيطلع منه ثيرمال انرجي وساوند انرجي؟ قال لك اه، هتزود عليه حاجه واحده بس، الكاينيتيك انرجي. طب الكينيتيك انرجي يا مس جابها منين؟ ارجع فوق كده اهو، جابها من الباور ستيشن. بس كده يا سيدي، دي كده دورة استخدام الهير دراير اللي هو الاستشوار. تمام لحد كده؟ حد مش فاهم حاجة قبل ما اكمل؟ لا شوف، لا تمام شوية. تمام الحمد لله يا رب. تمام، قال لك ايه، تعالى اقول لك بقى المخطط بتاع الانرجي تشين دي. اول حاجه طبعا متعودين عليها اللي هي اللايت انرجي دي اللي جايه من الصن، بتتحول لكيميكال انرجي اللي هي بتكون جوه التري قبل ما يتكون الكول. اول ما التري ده بيموت بيكون حاجه اسمها كول اللي هو الفحم، والكول ده اما نولع فيه بيكون لنا حاجه اسمها ثيرمال انرجي اند كاينيتيك انرجي. ماشي، بيحصل لهم ايه دول؟ بيحصل لهم كونفرتد انتو الكتريكال انرجي اللي جوه الهير دراير ده اللي هو الاستشوار ده. الالكتريكال انرجي دي اول ما تتوصل بالجهاز ده بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها converted into thermal energy, kinetic energy and sound energy. دي كده الدورة او الانرجي تشين بتاعة الهير دراير. تمام، تعالى يا سيدي اقول لك بعض المعلومات كده اللي هتفيدك في حل الاسئلة اللي جاية دي. ايه هي بعض المعلومات؟ اهم معلومة فيهم ان most of the wasted energy leaks out in the form of heat. يعني ايه؟ هقول لك انا، مش انت لما بتمسك الفون بتاعك كتير جدا او اللابتوب بتاعك كتير جدا او التابلت بتاعك كتير جدا مش بتلاقي الموبايل سخن في ايدك؟ اه يا مس. طب ايه السبب ان الموبايل سخن في ايدك؟ قال لك عشان في wasted energy يعني طاقة مهملة كبيرة جدا. فازاي الموبايل يقدر ان هو يطلع الطاقة دي براه؟ يقوم طاردها على هيئة هيت، على هيئة حرارة، على هيئة سخونة انت بتحسها في ايديك. عشان كده اول ما تلاقي الفون اللي في ايدك سخن لازم تسيبه فورا. ليه؟ لان معنى كده ان الفون بيقول لك ان انت لازم تسيبني عشان استريح، عشان انت لو ما سبتنيش التليفون اللي في ايدك على مر الزمن او على مر الشهور هتلاقيه باظ منك.
ومعرفش يقعد معاك وقت طويل. ليه؟ عشان انت سبته سخن فترة طويلة. اما لو انت اول ما الموبايل سخن سبته من ايديك، سبته يستريح خالص وخلاص برد ومبقاش سخن، انت كده شاطر وبتحافظ على الموبايل اللي في ايديك. ماشي يا مس، تعالى بقى نحل. ما شاء الله الاسئلة كتيرة جدا، كل اللي عايز يحل هيحل. يلا نعمل رايز هاند بقى عشان الاسئلة، عندنا 5 اسئلة. أنا عاوزة أجاوب. حاضر، يلا يا جنى جاوبي. نمبر 1، Most of the energy we use is produced inside the قري. most of energy we use is produced inside the، اغلب الانرجي اللي موجوده حوالينا كلنا جايه لنا عن طريق ايه؟ heat. لا فكري، حاجه كده بتطلع sun. الصبح. برافو عليك، الصن. برافو، كلنا نكتب الصن في الكتاب يا اولاد. يلا ياسين محمد عشان بيقولي طب وانا، يلا يا ياسين. When you eat, your body turns the energy found in the food into your body turns the chemical energy found in the food into kinetic energy that helps your body move. برافو عليك، يبقى أول حاجة chemical energy found in the food بيحصل لها إيه؟ بتتحول لـ kinetic energy اللي هو الجسم بتاعك بيحتاجها عشان يقدر يتحرك. تمام حلو. نمبر 3 معتصم، يلا يا معتصم. In electric power station is from to generate energy. بيقول لك ايه الجهاز اللي اسمه electric power situation ده؟ اول حاجة بنحرق ايه وبيكون لنا ايه؟ الكول بنحرق الكول. برافو عليك، واول ما الكول بيتحرق ده بيتكون لنا ايه؟ ثيرمال انرجي. برافو، ايه الشطارة دي كلها يا عم، انت شاطر قوي، برافو عليك. تمام يلا يا سيني ايمن. نمبر 4، ايه ايه هو هو نمبر 3؟ نعم نمبر 3 ايه؟ اول نقطة هنكتب فيها كول، تاني نقطة هنكتب ثيرمال. يلا يا ياسين. ماشي. An electric arm electrolyte and convert into chemical energy. Of the electric energy. انت عارف يعني ايه الكتريك ايرون؟ زيت اللي هي المكوة، المكوة اللي بنكوي بيها الهدوم، بتحول الالكتريك انرجي لايه؟ ليه انرجي هيت لا لا كاينتك لا برضه، ثيرمال انرجي، لان المكوة دي بتطلع لنا حرارة صح؟ صح؟ صح، يبقى نمبر 4 هتبقى ثيرمال انرجي. مش تمام نعم. حضرتك قلت لنا ان الكتريك باور ستيشن كله بعدين ثيرمال انرجي ايه في نمبر 3، قلت لنا كول وثيرمال انرجي زي ما معتصم قال، ازاي ثيرمال انرجي هنا كمان؟ عادي، اخترناها مرتين، مش لازم الحاجة تختارها مرة واحدة. تمام، لكن الكتريك ايرون دي اللي هي المكوة بيطلع ايه من المكوة؟ بيطلع حرارة صح؟ بس هيت انرجي برضوش يعني ثيرمال انرجي. هقول لك النمبر 5 هي اللي هنجاوبها هيت، لان هيقول لك هنا ايه most of the wasted energy leaks out in the form of ايه؟
in the form electric. of heat. Heat. أيوة heat. Please stop electrical. هنكتبها فين؟ electrical مش هنختاره بزيادة خالص. زيادة. برافو عشان دي عليك. زيادة تلخبطك. بالظبط كده، برافو عليك. جايب لك زيادة عشان انت تتلخبطي. احنا طبعا احنا شاطرين وعارفين نجاوب ازاي، عشان كده لازم نفهم السؤال كويس جدا. ماشي، حلو، ماشي تمام. تعالوا بقى نجاوب اخر حاجة بعد كده. نشرح، سوري، اخر حاجة بعد كده نحل مع بعض اسئلة. تمام. قال لك يا سيدي ايه؟ قال لك تعال اقول لك بعض الديفايسز، الاجهزة اللي موجودة حواليك دلوقتي حالا، وازاي الاجهزة دي بتدينا حاجة اسمها function، يعني وظيفة. يعني مثلا هقول لك ايه وظيفة اللام، ايه وظيفة اللمبة؟ اكيد هتقول لي بتنور ليا الأوضة. بتنور يعني بتعمل لايتنج، بتدينا إضاءة، صح كده؟ هقول لك طيب ليش؟ اللمبة دي، نعم، أنا النور هو الوحيد اللي عندي دلوقتي في الصورة دي، يعني في أوضتي. ايوه طيب ماشي. قال لك يا سيدي الالكتريك لامب دي اللي هي اللمبه اللي كانت بنشغلها زمان، اللمبه اللي كنا بنشغلها زمان دي لو حد حضرها بتنور لونها برتقاني في نفسها كده. قال لك اللمبه دي عشان نشغلها لازم ندخل ليها حاجه اسمها الكتريك انرجي، صح؟ مش انت عشان تشغل اللمبه بتروح تدوس على الزرار بتاع اللمبه؟ معنى ان انت بتدوس على الزرار يبقى انت بتوصل ليها الكتريكال انرجي. تمام. بيطلع من اللمبه دي ايه؟ اكيد طبعا يا مس، من غير تفكير بيطلع ضوء. الضوء ده اسمه ايه؟ اسمه لايت انرجي. ماشي يا مس، بيطلع لايت انرجي. وايه تاني اللي جايه دي اللي كلكم بقى مش هتقتنعوا بيها؟ بتطلع كمان ثيرمال انرجي. ايه ده يا مس، ازاي لمبه هتطلع لي ثيرمال انرجي؟ قال لك اللمبات بتاعت زمان اللي لونها احمر، كنت اول ما انت تشغلها في الاوضه بتاعتك تلاقي الاوضه بتاعتك دافيه، اكنك مشغل دفايه. ايه ده يا مس، معقوله؟ قال لك اه، حتى كمان اللمبه اللي موجوده في اوضتك دي لو انت جربت تلمسها وهي شغاله بقالها كتير هتلاقيها سخنه في نفسها. طب يا مس هي سخنه ليه؟ قال لك بتحاول تفقد الطاقه الزياده اللي جواها على هيئه هيت. مش احنا اتفقنا كده اي طاقه زياده جوه اي ديفايس بيفقدها على هيئه هيت؟ قال لك اه، عشان كده الالكتريك لامب دي بتطلع لك ثيرمال انرجي. حلو يا مس، تعالى ندخل على حاجه كمان. الباتري باورد كلوك، الساعة اللي موجودة في الصالة بتاعتنا بتعمل لنا ايه؟ الوظيفة بتاعتها بتورينا الوقت، صح؟ يبقى showing the time، بتورينا الساعة كام. مثلا الساعة دلوقتي 8 الا ربع، المس بقالها قد كده بتشرح، هي المس دي هتخلص امتى؟ المس خلاص قربت تخلص، انا عارفة السؤال ده في دماغكم. تمام. قال لك ايه اللي بتحتاجه الباتري باورد كلوك دي؟ طالما باتري يبقى على طول من غير ما نفكر يبقى عايزة على طول كيميكال انرجي، عشان الباتري جواها ايه يا مس؟ جواها كيميكال انرجي. اول ما تشغل الساعه، نعم، يعني مش فاضل كام دقيقة كده نخلص؟ فاضل كام دقيقه اما اخلص الشرح دي ونحل شويه على 8 كده. تمام. قال لك الباتري دي احنا عارفين جواها ان في حاجه اسمها كيميكال انرجي من الحصه اللي فاتت، صح؟ اول ما انت تشغل الساعه، مش الساعة بتبدأ تتحرك تلاقي العقرب كان على الساعة 2، بقى شوية كده على الساعة 3، بقى شوية كده على الساعة 4، معنى كده إن بيحصل إيه؟ بيحصل كاينيتيك إنرجي اللي هي طاقة الحركة، صح؟ هتقولي صح يا مس، يبقى كده أول حاجة هي بتحتاج كيميكال إنرجي وبتحولها لنا لكاينيتيك إنرجي. تعالى يا مس نقول حاجة كمان. إيه هي؟ الفلاش لايت. في ناس معانا بيقولوا النور عندهم قاطع. لو انت عندك كشاف بنسميه ايه؟ فلاش لايت. الكشاف ده ايه وظيفته؟ برضو ان هو ينور لك، يبقى بيعمل لايتنينج، يعني بينور لك الطريق. الكشاف ده بنحطه جوه ايه؟ مش بنحطه جوه بطارية؟ قال لك اه، البطارية يا ميس اتفقنا ان بيكون جواها ايه؟ جواها كيميكال انرجي. برافو عليك، ايه الشطارة دي؟ الكيميكال انرجي بتتحول لايه؟ قال لك زي اللمبة بالظبط، مش اللمبة بتدخل لها طاقة تطلع منها لايت اند ثيرمال، الفلاش لايت زيها بالظبط، بيدخل لي كيميكال انرجي عن طريق الباتري وبيكون لنا لايت انرجي اند ثيرمال انرجي. ان انت لو مسكت الكشاف اللي هو بيتشغل بالبطارية هتلاقي الكشاف برضو سخن لو انت شغلته كتير. حلو، ندخل على اللي بعده. الهاند بيل، طبعا الجرس ده كلنا عارفين، اللي بيتفرج على توم وجيري
هيلاقي الجرس ده كتير قوي. في حلقة من الحلقات كان الفار الصغير ده اللي هو اسمه جيري كان ماسكه بيعاكس بيه توم. كان الفار ده بيعمل ايه؟ بيعمل اليرتنج، تنبيه، يحاول يشد انتباه جيري عشان يجري وراه، يفضلوا يجروا ورا بعض بقى احنا نتفرج عليهم هما الاتنين بقى ونبقى مبسوطين كده. قال لك ماشي، انت بتعمل ايه؟ مش انت بتحرك الجرس كده يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال؟ يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل كاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي اللي انت بتعملها دي بتتحول لايه؟ مش انت بتسمع صوت الجرس؟ اه يا مس بسمع صوت الجرس. يبقى انت كده بتعمل حاجه اسمها ساوند انرجي اللي هي الطاقه الصوتيه. حلو يا مس، يبقى احنا كده عرفنا الهاند بيل اللي هو الجرس بنعمل بيه ايه؟ بيعمل لنا اليرتنج اللي هي تنبيه، بنعمل فيه ايه؟ بنحركه يمين وشمال يمين وشمال، يبقى احنا بنعمل كاينتيك انرجي. بيتكون لنا ايه؟ بيتكون لنا ساوند انرجي. ماشي يا مس، اخر حاجه هنتكلم عليه، طبعا كلكم فرحانين دلوقتي، ايه هي؟ الالكتريك هيتر. دي طبعا كلنا مشغلينها دلوقتي لان احنا اصلا الدنيا ساقعه قوي. ايه هي؟ الدفايه الكهربائيه. الدفايه الكهربائيه ايه وظيفتها؟ ماما اول ما تشغل الدفايه تلاقي الله الجو بقى دافي وجميل قوي. ليه؟ اللي هي عملت وورمنج للروم اللي احنا قاعدين فيه، عملت دفء للاوضه اللي احنا قاعدين فيه. ماشي، الالكتريك هيتر دي من اسمها كده الكتريك هيتر، يبقى عشان تشتغل محتاجه ايه؟ الكتريكال انرجي، ان احنا نوصل الفيشه بتاعتها زي ما باين في الصوره. حطينا الفيشه لقينا الالكتريك هيتر اشتغل. طب مش احنا لسه قايلين الالكتريك هيتر دي بتخلي الجو دافي كده وجميل؟ يبقى بيطلع منها ايه يا ميس؟ بيطلع منها ثيرمال انرجي. بس كده يا سيدي، ده كده كل الاجهزه اللي اغلبها موجود حواليك دلوقتي. انت دلوقتي عرفت الفانكشن بتاعتها وعرفت ايه الانرجي اللي داخله جواها وايه الانرجي اللي هتخرج بره. تمام، حد مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها؟ لا تمام، تعالوا بقى نجاوب نحل بعض الاسئله الجميله اللي قدامنا دي. تمام، يلا ماذا أجاوب؟ حاضر، يلا يا حنين نمبر 1. أوكي، advise which converts electrical energy into sound energy only ركزي، speakers. برافو عليكي، ايه الشطارة دي كلها؟ يبقى نمبر 1 سبيكرز. تمام، مين اللي جاوب؟ رؤى، يلا يا رؤى. A device which converts بصوا وانا electrical هكتب energy. ولا هعمل وان؟ ايه؟ لا هتكتب سبيكر تحت 1 في النقط دي، هتكتب سبيكرز. يلا يا رؤى نمبر 2. A device which converts electrical energy into light energy. فكري. Electric lamp. برافو عليكي، ايه الشطارة دي كلها؟ برافو طبعا، يبقى electric lamp. مين يجاوب تاني؟ يلا يا أروى نمبر 3. أروى Advice which converts electric energy into light energy.